السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم ستكون حول عملة USDC، أي ما كان تسمى في السابق بالعملة المستقرة، وكذلك سنقوم بالحديث عن عملة لونا الجديدة ولونا القديمة، وكذلك سنقوم بالحديث وبشكل مفصل عن ما قاله أنطونيو أداوينو اللي تحدث عن انهيار عملة USDT بعد انهيار العملة المستقرة للUSDC. سيكون هناك انهيار USDT على حسب ما قاله أنطونيو أداوينو. يعني سنقوم بالحديث عن كل هذا وأكثر في هذا الفيديو، لا تذهبوا بعيدا، فوجة ممتعة. تيرا كلاسيك هي حديثنا اليوم، ليس فقط تيرا كلاسيك، بل سنقوم بالحديث عن تيرا الجديدة وكذلك تيرا كلاسيك USD، أي العملة المستقرة السابقة لعملة لشركة تيرا، وكذلك سنقوم بالحديث عن USDT والمشاكل التي عانت منها، وكذلك في الساعات الماضية الهجومات التي حدثت، أوكي؟ وكذلك حلول لمن يريد الحلول، أوكي؟ نبدأ أول شيء بعملة تيرا كلاسيك. فتيرا كلاسيك كما حدثتكم سابقا أنني لو قمت باختيار من أقوم بالاستثمار، يا إما في تيرا لون أو في تيرا لون الجديدة أو في تيرا كلاسيك، يعني تيرا كلاسيك القديمة. في السابق قبل أن يحدث بامب، يعني وحتى يعني عند ظهور تيرا كلاسيك، يعني عند التغيير إلى تيرا كلاسيك، طلبت منكم أن تلتزموا بهذه العملة. هذه العملة ستكون عملة قوية، ولا زلت أقولها وأعيدها. الأخبار التي جاءت في 24 ساعة الماضية أو 48 ساعة الماضية، واللي أكدت على أنه سيكون هناك حرق مستمر، والحرق لا زال متوفر، وهذا سبب الصعود الذي رأيناه، بحيث أنه يعني لو حدث، يعني في حال أننا شاهدنا يعني هذه العملة اللي عملة لونا القديمة شاهدناها تحذف صفر، سوف نرى من جهة أخرى لونا يعني سوف يكون عندها صعود طبعا، ولكن على ما أعتقد على أن الصعود اللي غيكون في تيرا كلاسيك غيكون مضاعف على تيرا، لان بالطبع هما بينهم واحد الارتباط، يعني بين عملة تيرا القديمة وتيرا كلاسيك بها واحد الارتباط طبعا. ف بالنسبة لعملة USDC او ما تسمى بتيرا كلاسيك USD، فهذه العملة يعني سبب الصعود اللي شفتيه فيها، يعني هو وكذلك حتى ليس فقط هذه العملة بل حتى بتيرا كلاسيك القديمة، يعني تيرا كلاسيك لو شاهدت معي على الصعود الذي كان من بين اهم اسبابه هو الحرق الذي تم تأكيد على انه في اخبار على ان لونا كلاسيك سوف يقوم بالاستمرار في الحرق الى ان تصل تيرا كلاسيك الى 10 مليار بدل 6 تريليون كما ظاهر معك في تيرا كلاسيك هنا، يعني سوف يستمر الحرق، وهذا كان احد الاسباب القويه اللي جعلت العمله يعني 7 كان في البارح 7 هنا الآن أصبحت 6. هناك حرق مستمر، حرق كبير يحدث على العملة، والحرق على ما أكدت الأخبار على أنه سيكون هناك حرق وسوف يستمر إلى أن نشاهد في السابلاي، في توتال سابلاي يعني 10 مليار. لو حدث هذا سوف ترتفع العملة تيرا كلاسيك وسوف نشاهد في صعود قوي، هذا مرهون طبعا بصعود البيتكوين، بالحركة الإيجابية للبيتكوين سيؤثر كذلك وبشكل قوي جدا يعني على تيرا كلاسيك، يعني سيساعد على صعود مرة أخرى لعملة تيرا كلاسيك. من يقول على أن هذا الصعود الذي حدث هو آخر صعود لا من عملة تيرا كلاسيك ولا حتى USDC او USDC، فهذا ماشي اخر صعود، بل هناك صعود اخر لا زال منتظر، على ما اعتقد على ان العملة سوف تشهد يعني وكما اخبرتكم في فيديو سابق، يعني ستكون هي شيبات 2022، يعني الصعود الذي حدث في 2021 سيكون في حديث حول تيرا كلاسيك وسوف يكون في صعود قوي مثل ما حدث في عملة شيبا، على ما اعتقد على انه سيكون نفس الشيء سوف يحدث في عملة تيرا. اوكي، وكل شخص يبقى له حرية يعني
يعني اختياره لأي عملة وحرية يعني شرائه لأي عملة. ويعني ما يجيش اي واحد يعني كل هناك الكثير من الاراء، وبالطبع الاختلاف يعني وارد وكل شخص لديه رايه. ف يعني لو عندك راي اخر فساكون سعيد حتى بان اقوم بمشاهدته في تعليق، وحتى انني يعني يكون هناك يعني الاسباب التي جعلت او الاسباب التي كان التي ادت الى ضحكة لهذا يعني الاختلاف طبعا. اوكي، فلنأتي الى الشيء الثاني. الفترة القادمة ستكون يعني مهمة جدا لعملة اليو اس دي تي او عملة التيرا كلاسيك عفوا. هذه الفترة ستكون مهمة جدا. اوكي، فابسط شيء يعني حتى لو قارنت لي بين تيرا كلاسيك وتيرا الجديدة، ساختار انا يعني تيرا كلاسيك، لا من سعرها المنخفض ولا حتى يعني كأبسط شيء في الواتش ليست هنا. يعني هنا تقريبا 1 مليون شخص، يعني اعتقد العدد تقريبا 1 مليون، يعني 991 ألف، يعني تقريبا 1 مليون ديال الأشخاص اللي واضعينها في الويش ليست. اوكي، بينما هنا فقط 114 ألف. اوكي، هناك بالطبع يعني اشياء كذلك. يعني حتى لو ذهبت يعني حتى الى الاراء الخاصه بالناس، فهناك يعني حركة، فهناك يعني توقع بشكل ايجابي. ناهيك عن ما يتحدثون عن المؤسس لهذه العملة، وكذلك الهجومات التي تعرض لها، وكذلك يعني في أزمات، يعني وحتى رئيس العملة تعرض لتهديدات يعني من أحد الهاكرز اللي تحدثت عنهم، يعني أنه يهدد بتسليمه إلى العدالة إلى غير ذلك. فإخواني أنا أقولها وأعيدها، العملة بها نسبة خطورة كبيرة، ولكن الاستثمار فيها هو يستحق أن تقوم بإيداع فيه مبلغ جيد. اوكي، هذا ما اقوله وما اعيده. اوكي، فالعمله حاليا عمله مناسبه، انا بالنسبه لي استثمرت فيها وحصدت فيها ارباح كبيره الحمد لله، واخبرتكم بذلك قبل ان اقوم بالاستثمار. اخبرتكم بانني ساستثمر وسحبت 50% من راس مالي الى غير ذلك، وهذا شيء يعني تتبعه معي في فيديوهاتي. اوكي، ف يعني حتى انه رغم الازمات ورغم هذا، فانك تشاهد الان تحرك بشكل ايجابي للعمله، حتى باليو اس دي سي، اليو اس دي سي اللي كذلك في عمليه صعود اللي وصلت الى اوكي اليو اس دي سي اللي وصلت الى تقريبا الى الواحد سنت، يعني في الساعات الماضيه 1 سنت، وعلى ما اعتقد على ان في توقع على انها ستعود مره اخرى الى الـ1 دولار، والله اعلم. لكن يجب عليك الاستثمار بحذر، الاستثمار بحذر في هذه العملة. اوكي، لا اليو اس دي سي ولا حتى عملة تيرا كلاسيك. فهذا من جهة، ومن جهة اخرى نأتي الى باولو أردوينو، هذا الشخص الذي يعني تحدث عن عملة اليو اس دي تي على انه يعني يدعم هذه الفرضية، فرضية انهيار عملة اليو اس دي تي، يعني فاثناء انهيار النظام البيئي لتيرا، يعني جاء العملة المشفرة اليو اس تي وكذلك اللونا، كذلك بالطبع يعني اليو اس تي المستقرة، هنا تراهن يعني بعض الصناديق كذلك بشكل يعني قوي جدا على انهيار اليو اس دي تي كذلك، يعني بحيث انه تم تسجيل عمليات بيع قصيرة مكثفة على التيتر او التيتر. فتم تأكيد هذا بالامس من قبل سي تي او، وكذلك يعني حتى باولو أردوينو اللي تحدث كذلك قائلا على انه على وجه الخصوص تم استهداف زوج تبادل العقود الاجله الدائمه على اليو اس دي تي يو اس دي. كذلك أردوينو نفسه يدعم هذه الفرضيه، فرضيه انهيار اليو اس دي تي. فالمتداول منذ البدايه انه ما تسبب في انفجار داخلي لتيتر كان هجوم منسق من جيوش ترول، يعني التي كانت بعض الصناديق التحوط يعني تحاول بها التسبب في مزيد من الضعف في اسواق العملات المشفرة بعد انهيار لونا عبر موجة جديدة من الفيود. فهذه الموجة الجديدة كانت موجهة بشكل كبير جدا ضد اليو اس دي تي، بحيث انه كذلك أردوينو يقول على انه الصناديق التحوط اللي هاجمت يعني اليو اس دي تي
صدقت ودعمت جميع انتشار الفيود المختلف يعني حول تيتا طبعا في السنوات الأخيرة. أي يعني هناك افتراض بأنه لم يتم التحوط بنسبة 100% وأنه كان معرضا عن سي بي اي الصينية، وأنه قد أصدر رموز من فراغ، وأنه كذلك قدم عروض بدون ضمانات طبعا، كما يدعي أن هذه الروايات أنتجها بعض المنافسين الذين كانوا ينشرونها يعني من خلال شبكات طول منسقة. تعليقات سي تي او على سلامة اليوس دي تي من هذه الناحية جاءت يعني من ناحية أخرى، يعني تحدثت بحيث أنه يتم دعم بشكل كبير جدا اليوس دي تي حيث يثبت بالطبع، يعني سي تي او تثبت العكس بنسبة 100% الدولار الامريكي او ما يعادله، لم تفشل ابدا في الخلاص، وكذلك يتم سداد جميع عمليات الاسترداد على قدم المساواة مع الدولار في غضون يعني 48 ساعة على حسب ما تحدث فيه باولو أردوينو. تحدث يعني على انه في غضون 48 ساعة عالج تيتا 7 بليون من عملية الاسترداد، وكذلك بمتوسط تقريبا 10% من اجمالي اصولنا يعني على حسب ذكر باولو أردوينو، وكذلك هو امر شبه مستحيل حتى بالنسبة للمؤسسات المصرفية. هذا ما يقوله باولو أردوينو. كذلك حتى في أكثر من شهر عالجت 16 بليون من عملية الاسترداد، حوالي 19% من إجمال احتياطاتنا، مما يثبت مرة أخرى أن عملياتنا ومحفظاتنا والبنية التحتية المصرفية وفريق عملنا متينون وخاضعون للاختبار طبعا. هذا ما يقوله باولو أردوينو. أوكي، هذه الفرضية التي يعني تخبر على أنه في انهيار اليو اس دي تي ستراها بشكل كبير جدا، وفقط لتأمين رصيدك، أنا أقولها لتأمين رصيدك، حاول أن تحولها إلى بي يو اس دي. أوكي، حتى لو كانت هناك عندك شكوك 1%، تلك رأس مالك وذلك أموالك، فحاول أن تقوم بتحويلها إلى البي يو اس دي أو إلى نعم هي العملة المستقرة لباينانس، على الأقل حتى تضمن رأس مالك بشكل يعني بشكل دقيق، وحتى يعني حتى تنتظر إذا كان هناك في مشاكل أو لا. فهذه ما يراج حتى الآن عن عملة اليو اس دي تي. هذا كله ما في هذا الفيديو، أتمنى أن تكون حلقة اليوم وفيديو اليوم قد نال إعجابك. لا تبخل علينا بضغطك على زر لايك واشتراكك بالقناة وتفعيلك الجرس، كذلك تابعنا في حال كنت تريد أن تعرف المزيد حول لالونا وكذلك حول العديد من العملات الرقمية التي نقوم ببثها يوميا في قناتنا قناة سموفو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.